بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت في الجورتو نشرفت له حكنا بعض الامبار كوركهر على نادي تلفزيون كوارتر كارلادي وهرام من خمسة ترابطين كي دنت تو ممكن بدأت مرات لما يكون لغاتي فرت الامبار كوركان ان كدور كرو انسان كقولي دون تون انسان كهين وقوم دا الحي حسن شاب محمود ودي المقالة اسمرا دالكي ريتيريا بشير محمود عبد الله النفافاي والحيك الصومالي حسن شيخ محمود يديري مقالة أسمرة إدل كئير تريا ميلسوس إنك بلا وضحا ينبوغ شكو آدن لما عيشي يدون السفرك وسيكي تضو بعد إدل كاسي وزيك سيدو تنئيو توميشن تيمي لمدو كن لواتي لمدو يماركي وسيريل لندور دي سفرك يولي باكدو ينيا سفر دي يحر والحي حسن شيخ محمود يا أنتبادن مسؤولين سر انكويل إجرنا سفرك يها تويل ياهاي وزير كارمها ديبدا أهمين معلم فقه يولي بمسؤولين كتسنغ مدى تويدا ولاي حسن شيخ محمود يا قرونك دياردها اسمرا انترناشنال ايربورت يولي بسديرن هنك دو اي مدحوينها دالكاسي اريتريا مدن اساساف اويركي يولي بهمنوك ترسن دولد اريتريا بوغشدا مدحويني يولي بكسالي سندهو جوك هيريرك لمجي سودك لمدى دال اسكال دوك دقالها امني يولي بحسلونة دا قبل كاقيسك افريكا بشير محمد عبدالله ارلادي تي في بلدك بايدوا بدنيا قرونها شعبك برلمانك جمهورد فدرالك سوماليا ومجالد او دبي سوكل كولومي لغوي دلك اماراتك عربته قدوميها قولها شعبك بارلمانك جمهوريه فدرالك الصوماليه الشيخ ايدن محمد نور مدوي يولي بوسو مجالد او دبي دلك اماراتك عربته سوكل كولومي لغوي بارلمانك دولود اماراتك عربته كولونكون ولي بديريد لك ساراي حوجوك حريرك لمده دولود غرهان لمده بارلمان اسكالدوك يولي ودا شقيوك لمده دينه سي كورلين قاد لهي قدومي شيخ ايدن مدوي يولي بوسو لغوي سوكم هانغاي azumaad rasmiga ah oo sameeyay iyo liba qabalada kulanka geeka ee ku dhigay xarunta baarlamaanka dawladda imaaraadka carabta wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka liba qayb ku hayay gudiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya iyo liba imaaraadka carabta iyo sidoo kale xubno baarlamaanka Soomaaliya kama tirow baarlamaanka jaamacadda carabta maxamed xasan ali askawi wartel karlaadi muqdisho gudoomiyaha jaalada konfurka dal Soomaaliya dalka Uganda oo markaas ay dawladda Soomaaliya ka baaqay inay wal ku qabato لا احترام لا شرف يا ولد حق ما بيجاش للبداديو هدي دولة ما جرت يعني شغلنا دولة ده بسم الله الرحمن الرحيم أنا مغاوي الأرو أنا علي حسن وكان أول دلقي واندا قدومي أجل هذا كونفر قلب دلقي واندا أكو جيد غارهان قولك جيدو garahan degmada looga ku jeeda may fadahay intiinan ku ka hadala arrinki dhacdada ahayd oo Brian Damba looganaana haku weerati may fadahay heni guud ahaan gobolka Gedo iyo dawladda Soomaaliya aan gobolka Gedo dhacdadana ka dhidi looganaana sidii la fadaayna lingu ku jawaabna wulina todobaad ku badan hadda dagaalkii la maad socda maana lingu ku jawaabahayna in walka dhiyahaayeen in walbanka dhiyahaayeen oo kal dhiga lagu furdi dawladda dhahaato mise Jubaland dawladda maamul goboleedka Jubaland qaado meel la mugee oo booliska dagaalamo sugee booliska dagaalamo walaha ku socda faa'iido ma ku socda wal isku ogi hadii dawlad jirto oo nidaam jiro oo maamul jira ma haytay dib in la badbaadiyo oo dadka la dhaxgalo haytay laakiin guli barnaamijkaas meel miinjeen ila todobaad la marahay marka ma baan naqda markan halku dhaxboho umudii isbaabiro ya annagda marka inta marka may baaqin ka daraanaha Jubaland iyo dawlad dhexe lamadaba hadii imaam dawladdi isngatin oo dawladdi federaal isngatin umudii Soomaaliyeed aad masuul ku atin oo
نفتي يو مال شوب إني سنبت بعد ذان سنمسول كأتين قبل إلا من دمو إلا من طول إني سنشرع إذا دولة كمام لكمام ولو لينك تلقلي أو قف مواد إن أو الصوماليات إني ديك شيء بيدا إن شرع دروي نا لينك دلنا لينك تلقلي سن دولة فدرالي مسول كأتا قبل كجدو ما إنشاغانها ما موغتا إني أو والوال بانجرن حان لها قبادها سياسة بيو والكالا لك مسؤول سيو دولة فدرال كما إنشاغانا إني برامش كاس لد أمدات لشال بالبادية شرعيغا يو عدالة شرخيبتا لشرخيب لها دحق غلو بيقاس لبالبادية هدي دولة نمجرتا يعني شاغانا دولة دحق كي عريس يولي بيقبي حامي يروجي بي dowladmaadki rakaabka magaalada muqdisho shirkadda diyaaradaha Kenya Airways wali bay roojiday dowladmaadii muqdisho la kobalaway 14 October sidii ka sheegtay bayaanyaha ka saartay shirkadan wali bay sheegtay in go'aanka la qaadiyoon la fiiriyo dantanka wanaagsan ee shirkadda diyaaradaha ee suuqa ganacsiga ee hada jira wariye wali bay sheegayna in go'aanka Kenya Airways ka qasabay kulay tartan adag oo ku qoyi dhowr shirkadood oo adeeg qiimo jaban biyaayeen shirkadan diyaaradaha ee Soomaaliya in isku kala gooshay Soomaaliya iyo Kenya iyo wali bay qiimo jaban ay ka gadaasay tikidka oo dabacsanaan leh sarkasta bahato go'aankii wali bay suuqa dowladmadada Soomaaliya usun faru jahay Egypt Air Turkish Airlines Qatar Airways Uganda Airlines iyo wali bay Ethiopia Airlines Muhammad Hassan Ali Askawi wartel karlaade muqdisho gudaha warkii haraanada wartel karlaade san kulanka malaysanin kadii ana askawi sin saro nisin dirisay injineer Muhammad Karadeen ka mid ah waxa ay tan oo ko dambe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.